قصتنا لليوم تحكي عن تجربة روسية والتي حدثت في أواخر سنة 1940 عندما كان العالم يمر من أكبر الحروب في التاريخ، الحرب العالمية الثانية. كان بعض الباحثين والعلماء في ذلك الوقت يشاركون في هذه الحرب، لكن ليس بالسلاح أو المعركة، كانوا يشاركون باختراعاتهم واكتشافاتهم العديدة. من بين هذه الاختراعات غاز منشط يجعل الإنسان مستيقظ لفترة طويلة جدا من دون أن يحتاج إلى غفوة أو نوم. في ذلك الوقت كان يعتبر المسؤولون هذا الغاز كسلاح فتاك في الحرب، لأنه إذا بقي الجنود مستيقظين لأيام دون أن يحتاجوا إلى نوم، فيمكن آنذاك أن يتم استغلال هذه الفرص لهجمات أكثر في المعارك. قبل أن أبدأ هذه القصة، إذا أحسست أن هذه القناة تستحق ولو قليل من الدعم، فاشترك وفعل الجرس وشارك هذا المقطع مع أصدقائك. اختار المسؤولون 5 أشخاص من مساجين الحرب لتجربة هذا الغاز عليهم. أخبر الباحثون والمسؤولون هؤلاء السجناء أنهم سيبقون مستيقظين لمدة 30 يوم بفعل ذلك الغاز، وفي حال نجحوا في هذا فسيحصلون على حريتهم في المقابل. تحقق المسؤولون آنذاك ما إذا كانت مستويات الأكسجين جيدة داخل تلك الغرفة. تم تزويدهم بطعام يكفيهم 30 يوما وسرير لكل شخص ومياه جارية ومرحاض. كما تم تثبيت كاميرات وميكروفونات لمراقبة حالتهم، أي أن الأشخاص داخل تلك الغرفة لا يمكنهم الاحتكاك مع الوسط الخارجي بأي شكل من الأشكال، فكل ما لديهم هو نوافذ زجاجية سميكة تتيح لهم رؤية القليل فقط. كانت الأيام 3 الأولى من هذه التجربة عادية نوعا ما، وصارت الأمور كما كان متوقع، حيث فرح الباحثون والمسؤولون آنذاك واعتقدوا أن اكتشافهم لهذا الغاز سيغير استراتيجية العالم في الحروب. تبدأ المأساة في اليوم الرابع، حين بدأ الأشخاص داخل الغرفة بالتحدث عن أهوال الحرب التي شهدوها والصدمات والكوابيس المستمرة التي تطاردهم. بدأوا بالتصرف بشكل حزين ومأساوي. عند حلول اليوم 5 ازدادت الأمور بالسوء، حيث بدأت علامات الغرابة تظهر عليهم. بدأوا في التحدث مع أنفسهم أو مع شخصيات وهمية من نسج خيالهم، كما أنهم كانوا يهمسون في تلك الميكروفونات المثبتة داخل الغرفة ويروون قصص حزينة ومأساوية. بالطبع كان الباحثون مدركين تماما الآثار الجانبية للحرمان من النوم، فبعد مرور 5 أيام يبدأ العقل بالهلوسة. لكن التساؤل هنا، هل هذه الهلوسات ناتجة عن الحرمان من النوم أم أن سببها كان ذلك الغاز؟ بدأ الباحثون في تصديق أن هذه الآثار التي ظهرت على السجناء في هذا الاختبار كانت ناتجة عن الغاز فعلا. الآن أريدك أن تتخيل معي هذه اللقطات واستمع إلى ما سأقوله. ففي اليوم 7 بدأ أحد السجناء بالصراخ بأقصى قوته، كان يجري داخل الغرفة كالمجنون، كان يصرخ بقوة لدرجة أن حباله الصوتية تمزقت. بعد ذلك مضت 4 أيام دون أن يصدر أحدهم صوتا، كان صمتهم مخيف. لم يتمكن الباحثون من رؤية السجناء عبر الكاميرات، لكنهم كانوا على قيد الحياة، حيث أشارت مستويات الأكسجين داخل الغرفة إلى وجود 5 أشخاص يتنفسون في الداخل. لم يرغب الباحثون بمقاطعة هذه التجربة، لكنهم لم يجدوا أي خيار أمامهم، لذلك تحدثوا إليهم عبر نظام الاتصال الداخلي وقالوا لهم: سنفتح الغرفة لاختبار الميكروفونات، ابتعدوا عن الباب والصلقوا على الأرض، وإلا سنرديكم بالرصاص، تذكروا أن الامتثال لأوامرنا سيكسبكم حريتكم. جاءهم الرد على هذا الاتصال: لم نعد نريد الحرية. ماذا حل بهم؟ هل أصبحوا مدمنين على هذا الغاز؟ قال الباحثون أنه لا يوجد أي خيار أمامهم سوى فتح ذلك الباب، لذلك قاموا بفتح فتحات التهوية ليحل الهواء النقي مكان الغاز المنشط، وهم لا يعلمون ما إذا كان السجناء في الداخل أحياء أم لا.
بعد دقائق من استبدال ذلك الغاز بالهواء النقي، تفاجأوا بسماعهم السجناء في الداخل يصرخون مطالبين المزيد من الغاز. كانوا يصرخون بأعلى قوتهم مطالبين بذلك الغاز. عند حلول اليوم 15 من الاختبار، قرر الباحثون فتح هذه الأبواب ليجدوا أحد السجناء قد فارق الحياة. بعد إجراء الفحص من بعيد على هؤلاء السجناء، رأوا أن الجروح التي غطت أجسامهم كانت سيئة إلى حد كبير. بدا لهم كأنهم تسببوا بها لأنفسهم، مزقوا جلدهم وعضلاتهم من صدورهم إلى أن أصبحت الرئتين تظهران. يبدو أن كل سجين قد أجرى هذه العملية المروية على نفسه، حيث أخرج كل واحد الأوعية الدموية من جسده وانتزع الأعضاء الداخلية الأخرى وألقاها على الأرض، كما أنهم كانوا يأكلون لحوم أجسامهم. لم يتجرأ الباحثون على الدخول إلى الغرفة والاقتراب منهم، لذلك طلبوا الدعم وأغلقوا الباب بعد سماعهم صرخات السجناء الناجين الذين يطالبون بإعادة الغاز إليهم. عندما وصل جنود المؤازرة، طلب منهم الباحثون إخراج السجناء من الغرفة. بالطبع لم تكن مهمة سهلة على الإطلاق، فقد قفز أحد المساجين على جندي وقام باقتلاع أذنه. يقال أو يشاع أنه انتحر بعض الجنود بمجرد رؤيتهم لهذه الحادثة، لكن لا أعتقد ذلك. بمجرد خروج هؤلاء السجناء من الغرفة، حقنهم الأطباء بجرعات هائلة من المورفين، عشرات أضعاف ما يحقن به الشخص العادي، لكنها لم تكن أبدا كافية لترويضهم، حيث استمر أحدهم بالصراخ حتى بعد توقف قلبه عن العمل. في النهاية نجح الباحثون بتخدير المشاركين 3 الناجين وربطهم ونقلهم إلى منشأة آمنة وإدخالهم لغرف الجراحة لإعادة إحشائهم وأعضائهم الداخلية إلى مكانها. لم يتوقع أحد أن تجري الأمور على هذا الشكل. عندما أدخلوا أول سجين إلى غرفة العمليات بعد أن قاموا بتقييده وتخديره، توقف قلبه عن العمل ومات على الفور. أظهر تشريح الجثة وجود 9 عظام مكسورة وتمزقات في جميع عضلات جسده. أما عن السجين الثاني، عندما أدخلوه إلى غرفة العمليات لم يخدروه خشية أن يفارق الحياة كما حدث للسجين الذي قبله، لذلك أعادوا أعضاءه إلى مكانها وهو لا يزال مستيقظ. قال الجراح أن الموت أهون لهذا الرجل بعد كل ما مر به من عذاب. قالت الممرضة في تقرير صحفي أن السجين لم يتوقف عن الابتسام لها أثناء الجراحة. تساءلت في تلك اللحظة كيف أنه أعجب بالممرضة، كيف أن غريزته البشرية بقت يقظة حتى خلال أسوأ اللحظات. بدأ السجين فجأة بإصدار صوت صفير كما لو أنه يحاول قول شيء. اقتربت الممرضة منه وأعطته قلم ليكتب ما يريده، وكانت المفاجأة حين كتب جملة استمر في القطع. أما بالنسبة للسجين الثالث فدخل بنوبة ضحك هستيرية. أثناء تواجده داخل غرفة الجراحة بدأ بمطالبة الغاز، وعندما سئل عن سبب حاجته الشديدة لذلك الغاز قال أنه يحتاجه ليبقى مستيقظ. جاء عميل سابق في وكالة الاستخبارات السوفيتية بفكرة، ألا وهي إعادة تزويد هذا السجين بالغاز، وقال يبدو أن جميع المشاكل تبدأ عند فقدانهم للغاز، أي أنهم كانوا بخير عندما كانوا يعيشون بهذا الغاز. لا أظن أنهم كانوا بخير يا أخي. اقتنع الباحثون بهذه التجربة وأعادوا السجين الأخير مرة أخرى لاستنشاق الغاز، لكن حدث أمر لم يتوقع حدوثه أي أحد، حيث أظهرت شاشة جهاز تخطيط أمواج الدماغ وجود نشاط جنوني في الدماغ. بعد ذلك مات هذا السجين وانتهى به الأمر داخل غرفة الفحص مع السجين الآخر الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة على السرير. قرر القائد آنذاك أن يقوم بقتل آخر سجين، قتل رحم. Wait a minute my friend. تجربة النوم الروسية هي قصة رعب قصيرة مصدرها الإنترنت، وهي قصة كتبها مؤلف مجهول، يعني لا نعلم هل هي حقيقية أم خيالية. قد يكون جزء كبير منها حقيقي أو خيالي. منذ ذلك الحين ألهمت هذه القصة الفنانين في وسائل الإعلام وأدت إلى نشر أفلام وروايات عديدة أغلبها مرعبة. يبدو أن الكثير من سمع هذه القصة يعتقد أن كل هذا قد حدث فعلا، ولكن في الواقع يمكن بسهولة معرفة ما إذا كانت هذه القصة حقيقية أم مجرد خيال. ففي بعض الأجزاء هناك أمور لا يمكن تصديقها، فمثلا هل يمكن للشخص أن يموت ثم يعود للحياة؟ كما ذكر الكاتب في بداية القصة أن مستويات الأكسجين كانت تشير لترددات وجود 5 أشخاص داخل الغرفة. ثم في جزء آخر ذكر الباحثون أنهم لم يكونوا متأكدين
ما إذا كان السجناء أحياء أم أموات؟ كما أنه لا يمكنك تمزيق أعضائك الداخلية ووضعها على الأرض، فلو انتزع هؤلاء السجناء أعضائهم بالفعل، هذا يعني أنهم سيموتون بشكل تريح بفعل الصدمة أو بسبب فقدان كميات كبيرة من الدماء. الآن لا أريدك أن تلومني لأنني أخبرتك قصة زائفة، ربما قصة زائفة، من يعلم؟ قد تكون هذه القصة حقيقية فعلاً، قد يكون جزء كبير منها حقيقي، يعني من الممكن أن يكون هذا الغاز هو من سبب جميع هذه الأعراض للسجناء. هذه قصة غامضة بصراحة، شخصياً أنا قرأتها وأعجبتني كثيراً، لذلك قد شاركتها معكم اليوم في هذا الفيديو. في الأخير، إذا أعجبك هذا المقطع، عبر عن إعجابك بالضغط على زر لايك ومتابعتي بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. نلتقي في حلقة قادمة.